هذه منطقه معناتها محميه، معناتها سي اون زون ناتوريل كلاسي 1985 الامر تاع 1985، والامر هذا يمنع البنايات فوق مثل هذه العقارات. دونك فما تناقض معناتها بين كيفاش نجم تعطي انت رخصه في عقار يمنع معناتها البني، معناتها الرخصه من اصلا ما تنجمش تعطى. معناها صارت الثورة وصارت برشا حاجات وقيت المواطن التونسي يفيق على روحه. هذايا تونس الخضراء تقعد خضراء، زون خضراء ديكري 1985 زون فيخت، تقعد زون فيخت، انت ورثت صحة اما قعد عندك ورثت بحاجة خضراء. الرخصة تخذيت هو يدعي وين خذي الرخصة باش يعمل ترميم، معناتها جوست رينوفاسيون مع ترميم للبيوت هذوما، ولكن ما تحفرش جبل كامل باش تعمل ثلاثة بيوت. معناها كلات الطبيعة اللي كانت هوني، اللي كان جات في بلاد معقولة راهي كلاسي وما تتمسش وسوف غاردي، هدها جات خلى فيك دو تراك توبيل، خمسة كمين بالحدش طرناطة كل واحد يشتحوا أربعة ولا خمسة أيام ورا بعضهم، ترانت هبط ترانت على أرض سيدي بوسعيد. احنا كمجتمع المدني بالنسبه لنا تتوضح الرؤيه، نعرفوا بالضبط كيفاش الرخصه هذه تعطات وعلاش تعطات، وقت هي ميزماش تتعطى، وقت فما امر يقول ممنوع البنايات. دونك حتى ولو فما سلطه مصحه وفما الاثار والتجهيز والوزارات الكل، كيفاش الوزاره تسمح لنفسها هي عندها امر يمنحها باش تعطي رخص وهي تعطي رخصه، وهذه علما هي تعطات مش باش كل واحد نعطيه حق، وتعطات في النيابه الخصوصيه السابقه مش النيابه الموجوده، النيابه الموجوده هي اللي وقفت الاشغال وساندتنا في ايقاف الاشغال. تركزنا على المراسلة اللي جاتنا من المعهد الوطني للتراث في نوفمبر 2017 اللي تقول اللي هي ترفض رفض قطعي المشروع هذا. علاش؟ على خاطر تركزوا على القانون متاع 85 اللي هو يقول اللي الزون ذي زون ناتوريل كلاسي واللي ما ينجمش مش ممكن فيها يصير بني. الزون ذي تنجم تعمل كان عندك بني قديم تعمل تهيئة، أما ممنوع باش تعمل توسع. هما شنو هما كانوا في الأصل زوز ديار في حالة تعبة وفما إسباس بجنبهم، دونك كان جات فما تهيئة للزوز ديار هذوكم يمكن، أما كي تشوف البلان وتشوف المشروع فما زادة بني، دونك هذا علاش وقف المشروع، هذا علاش المعهد الوطني للتراث راسلنا باش يقول راهو يرفض المشروع، رغم اللي هما قبل راهو صدقوا له عام 2015 عطاوه الموافقه المبدئيه باش يعمل المشروع هذا. تبقى من بعد كي يجيو يراجعوا يجيو يشوفوا يلقاو اللي ماهوش ممكن. خليوها تتدمر شنو باش نقدموا للعبيد وللجيل الجاي؟ شنو باش نقدموا له الجيل الجاي؟ وتونس الخضراء شنو باش تولي بيضاء بالبيتون؟ معناها لازمنا نحترموا الارض نتاعنا، لازمنا نحترموا ارض بلادنا، لازمنا نحترموا بلادنا.